السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دورة تربية الفراخ التسمين من الألف للياء. أول شيء هنجيب كتكوت درجة أولى، في أنواع كثيرة من الكتاكيت، بس أنضف نوع النوع الكبو اللي رجله تخينة، ده بيجي بسرعة وبينطر لحم. هنجيب الكتكوت التسمين هنحضنه، أول حاجة هنشربه مية بسكر، تاني يوم هنديله مضاد حيوي من الصيدلية البيطرية لمدة 3 أيام، بعد كده على اليوم الخامس هنبدأ نجيب فيتامينات وأملاح، مرة الصبح ومرة بالليل غطا على 2 لتر مية. الكتاكيت هتبدأ تكبر معاكي، أهم حاجة الدفى والمكان النظيف واللمضة يكون بينها وبينهم زي كده ربع متر عشان درجة الحرارة مش تعلى. بعد ما الفراخ تكبر طبعا بتفرش لها عفش أو تبن أو انشارة، وبتحط العلافات والسجات البلاستيك أو الصاج، أهم حاجة يكون العلف محطوط في حاجات بسيطة كده اللي باينة للفراخ عشان ما يشخوش عليه وينتقل لهم أمراض. على طول المية قدامهم بالفيتامينات. طبعا الفراخ التسمين مع النوع الحلو ومع الغذاء والأكل، الفرخة بتوصل من 3 كيلو ل4 كيلو حسب ما انت هتربي الفراخ بالظبط. وفي ناس ما بتحبش الفراخ توصل 2 كيلو، بتحس ان لحمها مليف، في ناس بتحب الفراخ 1.5 كيلو عشان تشويهم، حسب ما انت عايزه. بس لو سبتيهم ينطروا لحم احسن، توفير في العلف وفي كله. طبعا في نادرا اما تلاقي الفرخه عندها شلل الاطفال، ده طبعا الوزن التقيل مع قله الاملاح والفيتامينات بتلاقي الفرخه بدات تعرج، مش مشكله عادي، تبقى قطع الرجل وارميها. تربية الفراخ دي بتاكل علف اول ما بتيجي 23% لمدة كده 15 يوم، بعد كده بيتحول العلف لعلف سوبر نامي طويل، بتحط لهم العلف ده بيصبر في بطنهم، وبتحط لهم لمضة، طبعا لمضة حسب درجة الحرارة، لو احنا في الشتاء ممكن تحط 200، لو احنا في الصيف هتحط لهم لمضة 100. طبعا في فرق كبير، شفت الفرخ الصغير ده، في فرق كبير بين الفراخ وبعضها، ممكن تلاقي فرخ اللي هو نوع نظيف فرزة اولى، هتلاقي الفرخ بيكبر معاكي وبسم الله ما شاء الله الفرخ ده معدي 2 كيلو، والفرخ التاني ما مكملش 0.5 كيلو، مع ان ده بياكل وده بياكل، بس الفرق في الفرزة. عشان كده بقول لكم قبل ما تجيبوا الفراخ لازم تجيبوا نوع حلو من مكان مضمون، مكان انتوا جبتوا منه قبل كده او وناس جابوا منه، عشان خاطر ما تتعبوش، ما تاكلوش الفراخ على الفاضي والفراخ ما تكبرش معاكو. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا الفراخ بالذات في الشتاء، تقفلوا لهم مشمع عشان البرد والسقعه، وتسيب لهم مكان مفتوح عشان التهويه، طبعا اهم حاجه التهويه. الفرخ لو مناعته ضعيفه، لو ما فيش تهويه نفسه بينكتم، ما بيستحملش درجه الحراره العاليه، غير كده اللمضه 100 او 200 بتحرق الاكسجين في الاوضه او في العشة، لازم يكون مكان تهوية او عندكم شفاطات للفراخ لو في مزارع كبيرة. لو في بيتك هتفتحي حتة بس تهوي، لو انت مربية في البلكونة او في عشة هتفتحي حتة سلك كده بسيط يهوي، يدخل هوا للفراخ ويغير عشان ما يمرضوش. لو الفرخة لا قدر الله مرض منكم هتطلعوا على طول على الصيدلية البيطرية، هتجيبي دواء، في نوعين دواء حلو جدا، الدوكسي والتايلوزين، الادويه دي هتنحط على بعض، هتستخدمي معلقه شاي على لتر ميه الصبح، وفي موسع للشعب الهوائيه بالنعناع بالظهر، هتحطي غطيين على لتر، وبعدين اخر النهار هتحطي من الدواء اللي انا قلت لكم عليه برضه هتكرروه، معلقه شاي على لتر لمده 4 ايام. البرد ما بيطلعش من عند الفرخة اللي بعد 4 ايام، لو في كخة، في نهجان، في صوت الضفدعة، في برد شديد، طبعا هتعرفي ازاي اللي المكان عايز يتهوى، لو لقيت الفرخة عينيها بدأت تدمع او عينيها قفلت اعرفي وتأكدي 100% اللي ده عيب تهوية، وهو ده اللي عمل معهم كده. النور لو قطع مثلا لو قطع ساعات كتيرة الفراخ بتتلم على بعض، درجة حرارتها بتنزل، بتبدأ تعرق، بعد كده لما النور بيجي لها برد، والبرد ما بيطلعش من عند الفرخة بالسهولة، بيعوز وقت، وربنا يبارك فيهم. وحاولي على قد ما تقدري تنضفي المكان والمية على طول عشان خاطر لو في مرض في الأرض الأمراض دي تروح، ولو في ديدان في الأرض
الديدان دي الفراخ ممكن تاكلها وتأخر نموها. وحاولي وانت بتفرشي الفرشة تفرشي الفرشة بالراحة عشان الغبار اللي بيطلع بيأثر على الفرخة تأثير جامد جدا، بيخلي الفرخة ما تقدرش تاخد نفسها، بالتالي هتنهج ومش هتاكل وهتشرب وهتقطع الأكل خالص. وآخر الفيديو بقول لكم ما تنسوش التهوية، التهوية أهم حاجة. يلا سلام عليكم، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان اجيب لكم كل جديد. وان شاء الله ربنا يبارك في فراخكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، اجعلوا علينا يا رب، دخلوا علينا بالبركة يا رب، وابعد عنا الامراض، واللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، وكل رزق من ربنا، وربنا ما بيرد بشيء بيقول له كن فيكون.